بدء صحيح المنظومات النهر الصناعي بينما المنتجات الحقيقيه اقل شيء 84% الاغراض المنزليه حوالي 12% لما نشوف الاغراض المياه عن طريق الشاحنات او حصاد مياه الامطار وهذه لو تشوفوا انتشار حفر الابار العشوائي في كل مكان يعني يوصل حتى لمشكله المياه في مدينه طرابلس تصريف مياه المجاري هي كمصدر مائي لحل مشكلة العجز المائي في الدول العربية أصبحنا من 2015 تحت خط الفقر في عام 1992 2002 2011 ولكن اللي بنقول أن من خلال هذا المنتدى جمعنا مجموعة من الجهات والوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة لجنة مكافحة الصحر بوزارة الزراعة مركز بحوث الزراعية بوزارة الزراعة وزارة البيئة أيضا ما يميز الحدث أن جمعنا معهم المؤسسات هذه جمعنا معهم مراكز بحثية وحنقوم باستضافة طلبة وأعضاء هيئة التدريس لتنفيذ برنامج تدريبي مصاحب للمنتدى تمكننا من جمع تقريبا 11 محور تخص التغير المناخي تخص الأمن الغذائي تخص المياه الصرف الصحي وطرق تنقيتها ومعالجتها وتخزينها يعني مجموعة من المحاور مختلفة قام ويقوم حاليا بتغطيتها مجموعة من الخبراء الوطنيين والعرب اللي قمنا باختيارهم إن شاء الله. مخلفات المستشفيات والأودية تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب صيانة وتحديد شبكات توزيع شركة كافة القطاعات يجب أن يتحول اهتمام السياسات العامة من إدارة يعني تبطين ولا دراسة وخاصة المكب اللي في سيليسان التدابير التي يجب اتخاذها لمجابهة تدهور الوضع المائي نمر عليها العجالة اللي هو فيها وأصبح لها تأثير خطير على البيئة وصحة الإنسان من خلال الأنمار الاصطناعية في الجنوب وهذه البحيرات